أهلا بكم. 90 عاما على استقلال العراق في تاريخ 23 تشرين عام 1932 شهد العالم ولادة العراق كدولة مستقلة بانضمامه الرسمي لعصبة الأمم، ليعلن رسميا عن الاحتفاء بهذا التاريخ كعيد وطني لجمهورية العراق في كل عام. تكمن أهمية هذا اليوم امتلاك العراق قانونيا ولأول مرة في تاريخه قراره السيادي بكل ما يتعلق بشؤونه كدولة وشعب بعد إصراره على إنهاء معاهدة 1922 الانتدابية. كانت ولادة الدولة العراقية وحضورها في الساحة الدولية في هذا المحفل الدولي السياسي الذي أراد نزع السلاح من أيدي الدول المتحاربة في أوائل القرن العشرين، ولولا حكم الهاشميين وحنكة رئيس الحكومات العراقية الذي تولاها 14 مرة نوري باشا السعيد، لما تمكنت الدولة الفتية من الظهور والوقوف على قدميها حسب غالبية المؤرخين والباحثين. لكن الصورة التي عرفت عن العراق بين أفراد شعبه وبين محيطه العربي وحتى الغربي أنه بلد صراعات الحكم، لا سيما بعد انشطار مراكز القوى التي تأسست عام 1921، وهو ما أدى إلى جر البلاد التي كانت تسير دفة الحكم نحو مصالحها إلى حراك 14 من تموز 1958 لتدخل في حمام الدم على أثر مقتل العائلة الملكية الحاكمة والرجل الأساسي في النظام الملكي نور السعيد، ليبدأ عصر الانقلابات التي لا تزال آثاره حاضرة حتى الآن. بغداد إذن لم تكن بمنأى عن الصراعات والحروب والاستهدافات من الخارج ليسقط النظام السياسي الذي بدأ عام 1958 على يد الاحتلال الأمريكي في العام 2003، وهو القطع الأخير للدولة التي تأسست عام 1921. دخول الجيش الأمريكي أدخل العراق في دوامة صراعات تداخلت بها أياد كثيرة، صنعت فيما بعد بيئة خصبة لتغذية الإرهاب الذي دمر وقتل في الشعب العراقي وأرضه وبنيته التحتية التي صنعتها على مدار سنوات. أما حصيلة القصف التركي على العراق وبعد مرور نحو 90 عاما من إعلان الاستقلال، يحيي العراقيون اليوم العيد الوطني بمشاهد محفورة في الذاكرة تجدد إحصائية لأكثر من 4000 هجوم شنته القوات التركية على العراق خلال السنوات الست الأخيرة بحسب منظمة دولية مقرها في أمريكا. تحالف المجتمع المدني الدولي التابع للأمم المتحدة نشر تقريرا جديدا بعنوان حملة لإنهاء القصف العابر للحدود، وبحسبه فقد اخترقت القوات التركية الحدود العراقية أكثر من 88 مرة وتسببت بمقتل 123 مواطن مدني وإصابة العشرات. إيران من الجهة المجاورة لتركيا في الجغرافيا، وعدد الهجمات والقصف المتكرر ما بعد 2003 وحتى العام الحالي، آخرها ما سجل من قصف صاروخي وطائرات مسيرة انتحارية ومدفعية تقصف بها قوات الحرس الثوري الإيراني مناطق في إقليم كردستان العراق، مخلفة بها قتلى وإصابات بحق مدنيين وأبرياء تحت ذريعة تستند إليها باستهداف مواقع معارضة لنظام طهران. عشرات الهجمات الصاروخية على بغداد ومحافظات عدة نفذتها إيران ضمن سياسة تدعي من خلالها استهداف القوات الأمريكية في البلاد وما تصفه بالمواقع الصهيونية لتدخلات الخارجية. يقول ناشطون إنها لم تحترم سيادة العراق، لكنها كانت انتهاكات تتمثل بتحريك أياد مؤيدة لأنظمة خارجية تلعب بمصير البلاد وتحرك أحجار الشطرنج فيه لتحقيق مصالحها في القرار السياسي والاقتصادي في العراق. تحولت ساحة العراق إلى تصفية حسابات خارجية عاثت فيها آخر ما أنتجته الدول المتناحرة على أرض البلاد من طائرات مسيرة، سلاح منفلت، ميليشيات خارجة على القانون، إلى نفوذ يصوب ولاءه للخارج خارج العراق. ربما هي إحصائية مؤلمة ثقيلة العيار من حيث التناقض مع عراق ذي سيادة نستعرضه في عيد البلاد الوطني، لكنه تساؤل مطروح ينطق به لسان حال العراقيين على الرغم من كل هذا الانتهاك بالأرض والسيادة والأرواح. هل العراق دولة مستقلة الآن؟ هذا كل ما لدي، شكرا لكم، وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.